فجأة على الإفطار، إذا وجدت بيتي في الدمار، وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورمت الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس، ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة المحكومون شنقا بالعبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة، الشهادة. سيدي الرئيس، سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها ربنا.